احنا دلوقتي في اكتوبر 2024، فاضل شهرين على نهاية السنة وبداية سنة جديدة 2025. النهاردة هكلمك عن افكار جديدة وبسيطة ومختلفة لقنوات على اليوتيوب هتخليك مشهور في 2025، يعني في خلال الشهرين دول. بس في شرط واحد لازم يكون فيك، انك تركز وتشتغل بجدية، لان الافكار دي ممكن تحقق نجاح كبير جدا في 2025. اول حاجة لازم تعرفها ان مش لازم يكون عندك قنوات كتير على اليوتيوب، انت ممكن تختار فكرة واحدة بس من الافكار دي تشتغل عليها وتركز عليها وتكون بتحبها وتبدأ من دلوقتي تشتغل بجدية وتستمر، وانا بقولك في 2025 هيكون عندك نتيجة حلوة جدا. مش بقولك، انا بوعدك بنتيجة حلوة جدا لو عملت كل كلمة بنقولها في الفيديو ده. وانا مش عايزك تعمل لايك دلوقتي ولا عايزك تكتب كومنت دلوقتي، انا عايزك تعمل لايك لو الفيديو عجبك وكومنت يكون مناسب للفيديو. بلاش تابعني وتابعك لو سمحت، حاولوا على قد ما تقدروا يكون الكومنتات لها علاقة بالفيديو. وخلينا نبدأ بأول الأفكار، وبلاش تهرب من الفكرة دي بالذات، لأن الفكرة دي أنا بضمن لك إن هي هتجيب لك ملايين من المشاهدات. واوعى تفكر إن الفكرة دي مملة، ده في قنوات كتير جدا عايشة لحد اللحظة دي على الأفكار دي وعلى نوع المحتوى ده. لو دخلت المحتوى الرائج وبصيت على المحتوى الرائج هتلاقي نوعية المحتوى ده متصدر أول وتاني وتالت ورابع وخامس وعاشر. معنى كده إن نوعية المحتوى ده مهم جدا، مش ممل إطلاقا. ممل بالنسبة لمنشئ المحتوى اللي مش قادر يركز عليه. أنا بكلمك النهاردة عن نوعية المحتوى فلوجات، وحط بين قوسين الفلوجات بس اوعى تقفله. ليه ما اقفلوش؟ لان في انواع كتير جدا للفلوجات، انت لازم تهتم بنوع واحد فقط مش كل الانواع. ليه؟ علشان المشاهد بتاعك اللي بيتفرج عليك بيحب التخصص بتاعك. لان انا ممكن اعمل فلوج وانا رايح لمامتي، ممكن اعمل فلوج وانا رايح اشتري بلاي ستيشن، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. اللي بيشتري بلاي ستيشن جمهوره الجمهور الولاد، اللي راح لمامتك جمهوره جمهور البنات. فانت هنا بتخلي عندك اهتمام بينك وبين جمهورك بنوعية فلوج واحد يبقى دايما مستمر معاك. وخلينا نبدأ بأول فكرة في الفلوجات اللي لازم تركز عليها. وعلى فكرة الفيديوهات دي والمحتوى ده لا محتاج شهادة ولا محتاج رأس مال ولا محتاج ان حضرتك تكون فاهم في اليوتيوب ولا محتاج عناوين ولا محتاج اي حاجة. محتاج ان حضرتك تصور بس تصور ايه. خلينا نبدأ بنوع الفلوج الاولاني. نوع الفلوج الاولاني انت ممكن تكون فكره بسيط وسهل، لكن هو غريب جدا وليه شعبية كبيرة قوي 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 خصوصا من المدن، وهو الفلوجات الريفية الشعبية البسيطة. وانت رايحة الغيط، وانت رايحة تعملي الفطير المشلتت، الحاجات دي الناس اللي في المدينة مفتقدين اجواء القرى، وناس كتير جدا عايشة على ذكريات الماضي والايام القديمة. فانت مش معاك شهادة ومش معاك بيت، البيت ده تعرف تعمل بيه روتين وتعمل بيه اللي انت عايزه. مش محتاج انك تكون بتشتري حاجات كتير جدا عشان تعمل عنها فيديوهات، لا. انت ممكن تصور احتفالات القرية، ممكن تصور وانت رايح مثلا الغيط، ممكن تصور وانت بتعمل فطير مشلتت، ممكن تصور وانت بتحلب الجاموسة، ممكن تصور وانت بتوجل الجاموسة. الناس مفتقدة المناسبات والموالد والافكار الريفية القديمة. فدي فكرة حلوة جدا لو انت عايش في الريف، واتمنى ان حضرتك ما تهملهاش، خصوصا ان اليوتيوب والفيسبوك بقوا مصدر رزق لناس كتير جدا من الارياف، وناس كتير جدا بدأت تفكر وتتجه للموبايلات. الله، الموبايل ده ممكن يدخل لي في الشهر 20,000 جنيه. ايوة، يدخلك في الشهر 20,000 جنيه و100,000 جنيه كمان. بس حضرتك تركز وتشتغل صح، ومش عايزك تغير لغتك، عايزك بلغتك الاصلية اللي بتتكلم بيها. الناس بتحب اللغة دي
لان دخلت الوحده في الارياف بتتكلم باللغه القهرويه اللي هي ازيكم يا جماعه، عاملين ايه، اخباركم ايه. انا عن نفسي قرفت يعني، انا بقالي يومين بحاول اكتب سكريبت الموضوع ده والم عنه كلام، ولما جيت بصيت عشان اشوف قنوات لقيت قنوات جايبه ملايين من المشاهدات حرفيا وهم في الريف، ولما جيت بصيت لقيت دي انا قرفت ومشيت، اتخنقت. الاتنين مش لاقيين على بعض، مش لاقيين على بعض خالص. انا لازم اقول لك البهيمه، انا راح اجيب البهيمه الغيط. هي دي الحته الحلوه، هي دي الربط بينك وبين جمهورك. علشان كده لو انت بتختار الفكره دي ابدا فيها من دلوقتي حالا، وابدا شوف قنوات بداوا فيها من زمان وخد منهم افكار. الناس بتتعلق بالمحتوى الواقعي البسيط. الاي اي والذكاء الاصطناعي بدا يقرف الناس، فالناس محتاجه ترجع لذكريات الماضي. رجعونا بقى لذكريات الماضي وابداوا بالفكره دي، لان في فكره تانية برضو ليها علاقه بالفلوجات هنتكلم عليها بالتفصيل، وهو الفلوج الديني. الفلوج الديني ده يعني لو انا مهتم بحاجه دينيه مشهوره سواء في مصر او في السعوديه يبقى حاجه حلوه جدا. انا اعرف منشئ محتوى بيصور كل يوم من بيته وهو رايح الحرم، بيصور وهو رايح يصور بقى بيقعد يحكي بقى قصص انبياء، بيحكي حاجات دينيه وزيارات وحاجات هو بيحبها. الموضوع ده بصراحه انا لما جيت بصيت عليه لقيت ان هو مستهدف فئه دينيه وفلوج ديني، والناس بتحب تشوف الاجواء الدينيه جدا. يعني في قناه كامله على اليوتيوب، على الموبايل، على الكمبيوتر، على التلفزيون، قناه كامله بس بتصور الناس وهي في الجامع. بس دي قناه كامله بتصور الناس وهي في الجامع، دي في المسجد النبوي او المسجد الحرم النبوي، بتصورهم بس. انت متخيل هو بتصورهم بس؟ فانت ايه اللي يخليك ما تكسبش؟ اقعد في الحرم بره، افتح الكاميرا بتاعتك، اتكلم عن قصص الانبياء، ما تاخدهاش بقى لمكان تاني. ما تجيش تقول هو انا هسيب القصص واسيب الحرم واسيب ده كله واعمل فيديوهات. ايوه انت هنا بتعمل نشر للدين، انت ممكن واحد بس يسلم على ايدك. انت متخيل الفكره ان واحد بس يسلم على ايدك ويحب الدين على ايدك لانك راجل بسيط بتوصل للناس بكلامك باسلوبك. وده فلوج تاني انا اتمنى انكم تركزوا عليه. في فلوج بقى تالت وده منتشر جدا الفتره الاخيره، وهو فلوج الاسواق. ايه فلوج الاسواق ده؟ يعني انا في مدينه كبيره مثلا في القاهره ورايح اشتري حاجات من المول، وانا معدي على المول عديت على اي محل بيبيع اجهزه كهربائيه او اي محل بيبيع ادوات منزليه او اي محل بيبيع ادوات اكل او حاجات اكليه غذائيه مثلا، ببدا اصور الحاجات الغريبه والمميزه اللي موجوده في الاسواق، وابدا اشارك اصحابي واخواتي اللي موجودين على القناه في تفاصيل الاسعار، في الاشكال، في الكلام اللي موجود. يعني كل الحاجات دي الناس حتى التعامل مع البياعين، يعني ممكن اصور واتكلم مع الناس. بتحب الاجواء دي جدا على فكره، بتحس ان هي موجوده معاك في المكان اللي انت فيه. انا اعرف ناس كتير جدا شغاله في اليوتيوب وشغاله كل حياتها هي فلوجات في الاسواق، ان هي تطلع تقول لك بعنا كام، اشترينا ايه، عملنا ايه. انا اعرف بياعين بيكسبوا اكتر من مكاسبهم الحقيقيه في الحياه اليوميه، يعني بيكسبوا من اليوتيوب والتيك توك والفيسبوك اكتر بكتير جدا من الحياه الواقعيه اللي هم عايشين فيها. فايه اللي يخليك ما تعملش الكلام ده؟ فلوجات 10 على 10 من خلالها انت هتقدر تعمل، ومش محتاجه راس مال، محتاجه ان حضرتك تنزل، بدل ما تنزل تعر مع اصحابك في القهوه، انزل للاماكن المشهوره، انزل شوف الاماكن اللي فيها كوتشيات حلوه وقول للناس ارخص كوتشيات، انزل شوف الفانات الجديده وانزل قول احسن فانات الجواكت الجديده، المكان ده بيبيع كذا، المكان ده بيبيع كذا. افكار اهي، عمال اجيب لك افكار وانا ماشي. ده 100 فكره وانت ماشي، ده فكره الكوتشيات لوحدها بس فكره مهوله، الفانات، الجواكت، البناطيل، وعلى فكره هتبقى معاك لان احنا بنشتري اصلا ملابس بصوره شهريه، بنشتري كوتشيات بصوره شهريه والناس بتشتري. يعني ده مش محتوى مؤقت، لا ده محتوى دائم. نتكلم على فلوج كمان، هو فلوج الاكل الشعبي. فلوج الاكل الشعبي، انا في يوم من الايام كنت رايح لحسام عبد الله ورحنا وقفنا انا وهو قعدنا كلنا على عربيه فول. فلما جيت كلت على عربيه فول قلت له انا نفسي اصور ايه التجربه دي، يعني الحته دي بالذات انا نفسي اصورها، نفسي اعملها، نفسي كده ابقى قاعد في مكان كده اكله شعبيه كده وفول وطعميه واصور واتكلم واحس ان انا قاعد. وبصراحه فكره رهيبه جدا وما لقيتش حد عاملها، يعني دورت عليها ما لقيتش حد عاملها. لقيت اكلات بقى اللي هي الناس اللي واو والسوشي والاوشي والحوشي والنوشي والحاجات دي، لا انا عايز اكل شعبي، انا عايزه تبداني من الصفر،
انا عايزك تروح للناس لحد المكان اللي هم مفتقدينه، الناس اللي بتدور عليه. فده فلوج مهم جدا جدا تعمله. ماشي، نيجي على فلوج كمان. والفلوج ده لما رحت اسكندريه وبرده كنت رايح لاسرار طبخه مع سمر وحسام محمد اخويا، في حاجه انا استوقفتني، وهي ان انا كل ما كنت ادخل مكان كنت بصوره واصور المكان واشوف نظافته، بس ما توقعتش ان انا كنت ممكن اكسب من التصوير ده. ازاي يعني؟ كنت داخل بصوره لحمد اخويا اقول له ده حلو ولا اللي عندك احسن، مقارنات. انت برضو ممكن تعمل فلوجات عن الاماكن والشاليهات والبيوت والعقارات، وقتها ممكن تكسب من مفيش، ممكن تفتح مكان اسمه سمسرة من لا شيء. وعايز اقول لك ان الفتره اللي احنا فيها دي علشان تجيب بيت سكن تقعد فيه انت محتاج يكون معاك وزير، يكون الوزير ده يكون معاك واسطه فعلا. فالمكان ده حلو جدا، ومجرد ما بتفرج على مكان حلو وغرف حلوه ونظيفه دي انا بحس بسعاده وحاجه حلوه جدا. وبصراحه انا عجبني النوع ده. نيجي برضو لواحد من الافكار اللي شايف ان هي ممكن برضو تنتشر الفتره اللي جايه، وهي فلوجات من البيت. يعني مش بطلع بره البيت، بس بوريك تجربه فلوجيه جديده. يعني بجيب فلوس واقول لحضرتك بص الفلوس دي انا هكسب منها كذا. ازاي بقى؟ بدخل يا اما ادخل اعمل تبادل، او اعمل استثمار، او اعمل عمله رقميه، او اعمل اي حاجه من الحاجات دي، وابدا احكي لك تجربتي في التداول، او احكي لك حاجتي للتداول وايه الطرق اللي ممكن اشتغل عليها. وانا شفت منشئ محتوى عنده على البث تقريبا فوق ال 250 مشاهده في اقل من 20 دقيقه، وهو بيتكلم عن التداول وازاي كسب، حول فلوس مبلغ كذا لمبلغ كذا. وده برضو نوع من انواع الفلوجات. شفت كلمه فلوجات وراها كام حاجه؟ شفت كلمه فلوجات عليها كام حاجه؟ حاجات كتير جدا 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 ممكن ما تخيلهاش. لو قعدنا نعد ونحصو مش هنتكلم، مش هنسكت. في انواع كتير جدا، بس عايز اقول لك حاجه. زي ما قلت لك نوع الفلوجات، عايز اقول لك نوع برضو مهم جدا، وده نوع تاني غير نوع الفلوجات، اسمه البودكاستات. محتوى البودكاستات انتشر جدا الفتره الاخيره، وبدا يكون ليه شعبيه كبيره جدا، خصوصا انه ما بقاش يعتمد على شخص واحد. لا، البودكاستات الفرديه مش مفيده قوي، او مش رائجه قوي. البودكاست المزدوج او الثنائي او الثلاثي او الرباعي او الخماسي او السداسي بيبقى تحفه، بيبقى حاجه فخمه جدا، خصوصا انك بتاخد اراء ده وتاخد اراء ده وتاخد اراء ده وتاخد اراء ده وتاخد اراء ده، يا بتحس بمتعه جدا وانت بتتفرج. تبقى لسه بتقول يا دي احمر اعمل كذا، بتلاقي واحد قال نفس الفكره اللي انت عايزها. فده نوع من انواع المحتوى اللي هيبقى رائد في 2025 جدا جدا جدا. وانصح الناس واصحاب القنوات القريبين من بعض بالتعاون. القنوات الكبيره لو ما بدأوش بالتعاون دلوقتي هيخسروا جدا، لو القنوات الصغيره عملوا تعاون، لان القنوات الصغيره هتاكل الجو لو عملوا تعاون وبقوا قريبين جدا من بعض. انا بنصح اي حد ليه شخصيه او ليه حد صاحبه عايز يعمل تعاون معاه سواء صغير او كبير يعمل فورا، لان الصغير ده ليه جمهور. انا امبارح جالي منشئه محتوى ما تعرفنيش من منشئ محتوى صغير، انت متخيل؟ فانا كنت مبسوط جدا بالطريقه دي والفكره دي. انا اللي حبيت اقوله لكم ان انا اللي انت عندك اكتر من نوع محتوى ممكن تشتغل عليه، ممكن تجيب فلوس، ممكن توصل للنجاح من الصفر، من غير رأس مال، من غير استثمار، من غير أدوات، بس بالموبايل، بس مجرد أفكار وأنواع محتوى أنت تبدأ تركز عليها وتختارها وتشتغل عليها، وأنا متأكد أنك هتوصل. طبعا لو عجبك الفيديو لحد هنا أو وصلت لحد هنا اعمل لايك واعمل كومنت واعمل اشتراك، ولسه هتكلم عن حاجات كتير جدا الفترة اللي جاية. شكرا.